تركز عشان تمنع حلويات او تمنع سكريات او تمنع الكريفنج للسكريات. لازم رقم واحد يكون عندك انت الاراده انك انت تصر على المنع. نعم، ان كنت شره للسكر لازم تصر على منع السكر، ان كنت شره للجاتو والحلويات لازم تصر على منع الحلويات وتمنع الجاتو وتمنع اي حاجه ترفع مستوى السكر في الدم. بس هتتعب، هتتعب، لازم سكر الدم هيبدا ينخفض وهيبدا تحس ان انت عندك هبوط وهتبدا تحس ان انت عايز سكر تاني عشان يرتفع مستوى السكر في الدم. انت مع اصرارك في المنع لازم تظبط املاحك، لازم تاخد ملح البوتاسيوم، لازم تاخد زيتون، لازم تزود الالياف في اكلك، لازم تزود الدهون في اكلك، وكل ما تشعر بالجوع لازم تاكل حضرتك. اياك ما تاكلش، اياك ما تاكلش. ولو انت بتقطع سكريات لازم تاكل وتحس انك انت شبعان كمان، لان انخفاض شديد في مستوى السكر في الدم سيحدث بعد الاصرار على منع السكريات. وده اللي بيحصل في بدايه الدايت لما واحد بيكون خارب الدنيا، خاربها وعايز يبدا دايت، بيحس بالجوع الشديد، وده اللي بيخليه يطلع بره دايره الجوع، يقول لك لا انا مش هاكل بروتين، لا انا مش هاكل دهون، لا انا مش هاكل، اروح اجري على فاكهه، اروح اجري على بسكوت. يبقى انت عملت ايه؟ يبقى انت كمان رفعت مستوى السكر في الدم، والادمان اللي انت فيه ما قدرتش تفطم منه، هديته شويه لكن الفطن لم يحدث. عشان يحدث منع حلويات تماما لازم افطم، رقم واحد. رقم اتنين، لازم حضرتك تسر على الفطام دوت. رقم ثلاثة، لازم تظبط املاحك ولازم تاخد المغنيسيوم ولازم تشرب كميات ميه كتيره، ولازم تبدل السكر العادي بسكر دايت ما يرفعلكش مستوى السكر في الدم، او يرفع بس الانسولين من غير ما يرفع السكر. وقبل كده انا عامل حلقات على سكر الدايت، احسنهم الاستيفيا سويت اند سليم، اريسيتول او زيليتول، الاثنين دول ينفعوا معانا في الدايت. ولو انت كنت شايل للسكريات قوي حضرتك لازم تاخد سكر دايت مناسب، يعني 5-6 في اليوم، 7-8. لو انت بتاخد 18 معلقه سكر في اليوم او 20 معلقه سكر ما تقطعش، لازم لما تشوف البديل. بس لازم تزود الدهون، تزود الالياف، لازم تقنن الكربوهيدرات بصفه عامه. لو كنت بتستهلك عيش ابيض او خبز ابيض يبقى لازم تاخد توست اسمر. لو كنت شره للفواكه لازم تقنن الفاكهه، ولازم تصر على التقنين، ولازم تاخد المكملات الغذائيه واي مدعم غذائي، لو بلس اي بي 14، حاجات ياما، اي سور صيدلي هيقدر يساعدك ان شاء الله تقدر توصل وتقطع سكريات. سلام عليكم. Doctor, I...